في نسخة هي الرابعة نظمت فيدرالية زناتا لألعاب الفروسية وتربية الخيول مهرجان بالوما تحت إشراف السيد محمد الضاوي رئيس الفيدرالية الجهوية للفروسية، وذلك احتفالا بعيد العرش المجيد بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات تحت شعار الفروسية رياضة ومتعة. انطلقت فعالية المهرجان يوم 29 يوليوز إلى غاية 5 غشت بشاطئ بالوما بعين حرودة بحضور مجموعة من الشخصيات الوازنة على رأسهم عامل عمالة المحمدية ورئيس المنطقة الأمنية، بالإضافة لرئيس جامعة عين حرودة في شخص السيد محمد الهشاني والمدير الإقليمي لشركة ليديك، ثم رئيس مجلس المدينة وعدة شخصيات مدنية وعسكرية بالمحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة قبل كل شيء بأننا هذا المهرجان هو مهرجان بالوما، واللي هو منظم هذه النسخة الرابعة دياله من 2014 إلى 2018 إن شاء الله بمناسبة هذا العرش المجيد نحتفل به. هو مهرجان كبير وتنظم جهة دار بيضاء سطات، هو واحد الموسم اللي جاتوا الناس من القبائل ضربت يعني دارت واحد العدد ديال الكيلومترات باش وصلوا وباش جاوا هنا وتيديروا التوريده ديالهم وتيتقنوها في الصليح، وماشي ناس ممتازين. ومناسبه السي الرئيس الضاوي اللي هو تينظموا نظام حار ونظام جيد ونظام مستوى وتيتقنوا بالرشان ديالو وبالحالة ديالو الجيدة وبالناس الضيوف اللي تيستقبل، وعنده واحد الالتزامات تيديرهم الالتزامات ديالو مع الناس ديالو ديال الصربات اللي باش ينظم المهرجان باش يكون ناجح. وكنقول انا بمناسبة هاد السنة هي سنة يعني جيدة للناس، فيها الحمد لله المحصول ديالهم كان من المستوى وناشطين بالخيول ديالهم وبالضيوف ديالهم اللي تيجيو عندهم، وناس كتجي هنا ناس يعني جاوا بهذه المناسبة ديال هاد السنة هاد المهرجان من بعيد تيشوفوا وتينظروا تيتفرجوا في التوريدة وتيمشيو هنا تياخذوا الطيلات ديالهم تياخذوا مكانات ديالهم وتيريحوا عاوتاني تيجيو حتى كيدوزوا هاد العطلة ديال اللي فيها أسبوع، يعني هاد المهرجان فيه أسبوع. وحنا الحمد لله بخير وعلى خير، وتنشكروا هاد الرئيس اللي نظم هاد المهرجان شكر جزيل، وعلى رأسه عامل صاحب الجلالة نصره الله والحمد لله رب العالمين. مهرجان يعتبر مناسبة لإبراز الموروث الثقافي كفن التبوريضة الذي تزخر به المنطقة زناتة، بحيث عرف المهرجان مشاركة عشرات السربات وإقبالا جماهيريا من مختلف مناطق الجهة، كما عرف منافسات قوية بين فرق الفروسية المشاركة في المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتواجدوا بموسم ديال بالوما، بالطبع هذا الموسم اللي تعرف مشاركة ديال مجموعة من الفرسان، وحنا كمجتمع مدني تنحضروا مع الجمعية اللي تنظم الموسم وتنشوفوا الاجواء رائعه جدا وتنروحوا للحضور كامل، الحضور ديال جميع الساكنه اللي تحضر تتبع هذا الموسم. تنشكركم على الحضور ديالكم وتتمنوا لكم حظ سعيد. معكم عبد الحق اصدقاء ديالي سي يوسف سي عزيز، حنا جايين من المنطقه ديال واد زم تادله، جينا نتفرجوا هنا في الخيل، حنا رمبليين وجينا نشوفوا الاصدقاء هنا والحباب وجينا نتفرجوا في الموسم في التبوريده. شهد المهرجان هذه السنه مجموعه من التغييرات والتعزيزات الامنيه والتقنيه وكذلك التنظيميه كتحسين جوده الاناره العموميه، مما اضفى بعدا جماليا رائعا على مستوى التنظيم، بالاضافه الى تخصيص اماكن لممارسه مجموعه من الانشطه التجاريه بهدف خلق رواج اقتصادي كبير بالمنطقه.